بكام ده من فضلك؟ خطيرة. صباح الورد والفل والياسمين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله بتكونوا باحسن حال وانتو عم تتابعوا فيديو اليوم. تعالوا نحضر هيك الفطور مع بعض. المفروض انه متفقين انا واختي انه بدنا نفطر مع بعض، نشرب فنجان القهوة او ننزل على السوق. هي رح تختار اللون الموف بتحبه. يا سلام، وهي أطيب فنجان قهوة. الجو كتير كتير حلو. شو رأيكم؟ كتير هيك خفيف ولطيف وسهل وطعمته طيبة على الصبح. يا سلام، وهي القهوة تمام التمام. يلا هلأ حلا توصل. صبحوها. ايش يا عم ياسر؟ لذيذة، هناخد منها كيس. كتير حلوين، كتير حلوين هذول، عجبيني. حلوة قوي قوي، السعر 600 جنيه. حلوين 95، كيوت، كتير حلوين على 30 جنيه. حلوين سنة أصلا. شوفي أحجامه كتير حلوين. بكم ده من فضلك؟ خطيرة. Thank you.
بس هذا طقم كله مع بعضه. لما كانت القهوة كتير حلوة. يا الله شو حلوة الفيونكا للهدايا، كتير حلوة. كتير حلوين، كتير حلوة زينة الكريسماس. السمع اللي هو الألوان ولونه يمكن كتير حلو. لا العلبة فيها 12. هذول المشتريات أشكلهم كتير ناعم وخفيف. أول شيء هدول الفوط بحب كتير استعملهم لتنظيف المطبخ. هاي كمان جبتها منه للرخامة ومنه للإزاز. هاي الفرشاية كتير صرت شايفتها وحابة إنه جربها، المفروض إنه بينحط لها منظف من جوا. هلا هذا ترند ونازل انه بيغسلوا فيه الاطباق وبينظفوا فيه المواعين، فرح جربه انه بينلبس بالايد وهيك. المفروض كنت جبت واحد تاني 13 جنيه مو غالي. طبعا كل نزلة بدي اي شيء للقهوة. هلا انه للبيت ما بنزين كتير للكريسماس، بس هيك شغلات كتير عجبوني كتير هيك ناعمين فحبيت جيبهم. شوفوا هالفراش حلو انه كأنه ديكور الشتوية. هدول السنوبرات بياخدوا العقل 10 جنيه، كتير حلوين. هذا كان معي عندي من قبل، كتير هيك شكله ناعم وحلو، فجبت له هذا. حسيتهم لايقين مع بعضهم. هيك شغلات كتير كتير كيوت وبسيطة وناعمة، بس هيك سبحان الله بتعمل تغيير. هلا رح ساوي لهم للاولاد الكيك، مسحوق الكيك هذا بالشوكولاته، هيك بصير كيكه جاهزه. بدي اعملها على شكل الصنوبرات، انا اعملها على هذا الشكل. نشوف كيف بدنا نحضرها، هي هلا صايره ترند وكتير الاولاد رح يفرحوا فيها. هلا اول شيء المفروض بدي احط 3 بيضات وزبدة ولبن، وبعدين نضيف عليهم الخليط وجهز الكيك. كاين سكوب من الزبدة. عندي نص كوب من الحليب. حطيت
قضية الكيك وهيك بنكون خلصنا. هلا المفروض نحطها لمدة 45 دقيقة، هي على درجة حرارة مثلا 160 أو 180. 180 ريحتها بتاخد العقل بشكل. ما شاء الله عن جد رائعة. كتير كتير طعمتها طيبة. هلا جزء منه راح اتركه مثل ما هو وراح اخذ الجزء الثاني، هاي راح اتركها. هلا راح اسقيها بالحليب وعجنه. شكلتها هيك شبه السنوبر. هلا رح نزينهم. خلصتهم كلياتهم وهلا رح نبتدي التزيين. رح استعمل كورن فليكس، رح احطها على كل شكل مثل شكل السنوبر. حلو لذيذ خطير، شوفوا شكله كتير حلو. رح كملهم واجيكم اياهم. كتير طريقتها حلوة بالتقديم. فيكم تعملوها مفتوحة أو مقفولة. يا شو حلوة عن جد يا جماعة، شوفوا لي شكلهم شقد حلو. عن جد بياخذوا العقل، كتير زراف وكتير حلوين وكتير شكلهم طبيعي هيك بخطوة القلب. أنا كتير حبيت على الوصفة. إن شاء الله تكون عجبتكم أنتو كمان.
هلا الخطوة الأحلى هي يا شو حلوين ومن التلج جاي. بيرفكت شو ايكون كتير حبيته. هلا رح شيل السنوبرات من هون، رح حط السنوبرات اللي انا ساويتهم هون، ورح ساوي قهوة. شكلهم كتير حلو، طريقتهم كتير سهلة، إن شاء الله تكون عجبتكم. رح نساوي نسكافيه غير شكل ونستمتع بالكيك اللي كتير شكله حلو اللي ساويناه. كتير شكلها حلو. هاي أحلى أجواء شتوية ممكن تعيشوها، عن جد بتجنن، بياخدوا العقل، وأنا كتير كتير حبيتهم وحبيت طريقتهم. كتير طعمتهم رح تعجبكم. هاي كريم، انت اخترتي ايه مامي؟ كوكتيل طبقة. هاي دي اخترتي ايه؟ دي بطيخ. هو دي في دلوقتي بطيخ؟ في بطيخ دلوقتي؟ وهيك بآخر اليوم كمان حبينا ننزل نشرب شيء. ايوه ما نشغلش عمل صعب. انا من غير رمان، شكرا. ما ياخد بالمره. بتمنى فيديو اليوم كمان يكون عجبكم، بحبكم كتير، بشوفكم فيديو جديد. باي باي، سلام. I'm going to let you go.